في وقت من الاوقات انت الساعه 8 جنيح كان فما معناها قدمت الكثير الكره قدم التونسيه. حبيت نسالك كيفاش عشت الانسحاب نتاعنا؟ والله هي باش ما نزيدش معناها فين بلا نعتقد معناها من غير ما نفهم حتى حد، وانا الانسحاب نتاعنا كان منطقي على خاطر احنا لعبنا دور النهائي بين صفرين، في حين وان فنيا ما كناش مأهلين، فوق الميدان خسرنا وبالريزيرف تكنيك تأهلنا. يبقى وانه باش تلعب المباراة الفاصلة هذه يلزم وتفوز على منتخب معناها عنده تاريخ مثل الكاميرون، يلزم تتوفر عدة أشياء في منتخب يصبو معناها باش يحقق أمام الجماهير الرياضية ويمشي لكأس العالم. الأشياء هذه مش متوفرة في المنتخب، يعني الاستقرار، المدرب الجديد عنده شبعتين، استقرار الفريق، الفريق اللي باش يمشي لكاس العالم وباش يمشي يشرف في كاس العالم لازم يكون فريق عنده 3 سنين 4 سنين مع بعض، يمكن من حين لاخر الطعم وبعض العناصر اللي تبرز في الاثناء ويكونوا لاعبين مع بعض ب 15 مباراه بين المباراه الوديه وبين الرسميه. انا ذاك ممكن وانك تمشي تقلع التاهل في التمرون. انا ما اعتقد انه الظروف اللي تعيشها تونس ثم الظروف اللي تعيش من وراها الظروف اللي تعيشها كرة القدم التونسية وأوضاع الأندية، وشفتوا معناها الويكلو هدايا معناها توني مكلف النوادي التونسية، اللاعب مباراة بتاع ويكلو ما فيهاش نسق بتاع مباراة حضور الجمهور، إذا هذا كله متواصل عنده سنتين ونص بالطبع، وانه مستوى اللاعب معناها يطيح شويه. لذا معناها نعتقد انه الهزيمه نتاعنا طبيعيه، ما كانش عنده الوقت الكافي المدرب باش يلقى المجموعه نتاعو، ما كان تم تركيز، والحكايه نتاع الباسبورات هذه وناس تستنى وطياره توخر باش نجيبوا مارادونا وفيليه في الفريق، اللاعب ما استعملناهش في كله، لاعب اخر معناه يكون اول مره يوصل لافريقيا، كنا نسمى تبدلت عليه ولو باين عنده بعض المؤهلات، لكن ما استحقوش باش تاهلوا. في نفس الوقت مش من حقنا زاد باش نلوحوا كل شيء في كره القدم التونسيه. معناها لاعبك يقتل ولي مش وطني، ماذا بينا كلمه الوطنيه راهي كلمه كثيره برك، عكس لاعبي وقت اللي ما يكونش في نهار وانا ما يعطيش المردود نتاعو نتهموه باللي نحبوا احنا ونزيدوا عليه الوطنيه. اذا نحبوا معناها نبنيو منتخب ونستنجوا العبره من اللي صار توا ومن اللي صار في 2010، يلزم بالفعل معناها نقفوا على مشاكل كره القدم، زيد عليها اليوم معناها التجاذبات اللي موجوده بين الوزاره سلطه الاشراف وبين الجامعه وتبادل الشتائم وتبادل التهم، هذا كله مش بتعطي سيرينيتي للفريق، خاصه معناها في المباراه هذه الكبيره معناها راهو كل حاجه تنجم تعاون المنتخب هذاك. علاش ديما العالم يجمع لما يتكلم على المنتخب نتاعو الى فين معناها الونيون ساكري. سي سليم قبل ما نسالك المقصه حول المنتخب، سي سليم قبل ما نسالك على الحلول، انت بيدك يقولوا لي انت تسير في كره قدم التونسيه من دبي، معناها كيفاش ترد على السؤال هذا؟ معناها هذه تهم قالوا سليم شيبوبو يسير في الجامعه. شكون اللي قال وزير الشباب والرياضه؟ ايش بي وزير الشباب والرياضه؟ نقول له انا الله يهديك ساعه اول حاجه. ما عندي حتى علاقه بالمنتخب ولا بتسيير المنتخب. عندكش علاقه برئيس الجامعه بسي وديع الجريفه؟ ماشي اتصالات تتصلش بيك تتصلش بيه؟ معناها خلي الناس تعرف، معناها مره واحده خلينا نفهموا وين دراسه نمشي بوب يصير في كره قدم التونسيه هاك موجود باش نوضحوا للناس الكل. والله يمكن وديع الجري متحشم شويه اللي هو ما اتصلش بيا
ورغم اللي جاء في 3 أو 4 منافسات للمنطقه لهنا، لكن طلبت منه انا في على المباشر باش يوضح هل بالفعل عنده اتصال معايا ولا لا. انا نقول لك ونأكد لك اني هو ما عندوش اتصال، لكن انا شفت التهم هذه وقتها جات بعد مباراة الهزيمة مع الراس الاخضر، وقبل بليلة شفنا الوزير الشباب والرياضة عند مع اللاعبين ويبوس بالمدربين ويتصور معهم، وبعد معناها تهجم على الناس الكل. وانا نقول كان بالمجد مش نحبوا نعاودوا نعملوا منتخب من جديد، راهو نبعثوا على ثقافة كبش الفداء، ديما نلوجوا شكون. وانا ناكد لك حاجة أخرى، الجامعة راهو ما عندهاش دخل في نتيجة نتاع مباريات، خاطر كان الجامعة تربطها بمباراة راهو على 30 دولة اللي انسحبت من كأس العالم، الدول الأوروبية منهم مثلا ناخذوا السويد اللي فيها إبراهيموفيتش معناها من أفضل لاعبين العالم انسحبت. سمعتوش انتم وزير الشباب والرياضة يحب يحل الجامعة، وإلا معناها تهموهم باللا وطنية ونهزموا في بلادهم هذوما. ولذا احنا يلزمنا نبعدوا على الشعارات ونبعدوا على معناها الثقافة هذه كما قلت معناها كبش الفداء. وراو نسمع الناس توا نحكي وشوف سمعتكم شوية على البلاتو، ماذا بيا نذكركم بحاجة صغيرة. يا اخي راهو نعرفوا نترشحوا لكأس العالم ونعرفوا نفوزوا معناها ببطولات افريقيا للأندية، وهكا لطفي عبد الناظر موجود ومش كان عثمان جنيح ولا انا بنينا معناها الفطرة الطيبة اللي مرت بها كرة القدم التونسية، مش كرة قدم، كرة اليد وكرة الطائرة، ما خلينا حتى القاب ما خلينا هيك على الصعيد الدولي، فهمتني؟ نعرفوا نخدموا، نعرفوا نفوزوا، نعرفوا نسافروا، مش حاجة جديدة علينا. أما يجي واحد يقول لك والله ضروا كرة القدم، هلكوا كرة القدم، اتفضل يا سيدي، هاي ورينا كيفاش يقدروا كرة القدم، فهمتني؟ أنا نحب نقول ماذا فينا معناها تروي وبعيد على الشعارات وبعيد على التشنج خاصة، نشوفوا شنو النقائص اللي موجودة. أنا نأكد لكم اللي الجيل هدايا ما ينقصش قيمة على الجيل اللي قبله، يبقى الجيل اللي قبله كان ثم تأثير آخر وكان ثم فرص نتاع عمل أخرى ونجاحات معناها مشات النتيجة متعرفة كرة القدم نتيجة تجيب نتيجة. احنا يظهر لي بالمباراة الكاميرون مادام من خيبة توا زوروا فينا باش نتكلموا على المباراة هذيا، اعتقدوا ان الغلطة الكبيرة مباراة الذهاب هي اللي غلطتنا، على خاطر مباراة الذهاب قمنا بمباراة اونات ما اكثرش، لان الفريق الكاميروني ماهوش الغول اللي نعرفوه قبل وكان بامكاننا الفوز عليه، فهمتني؟ لكن رغم اللي عدينا مباراة كبيرة مع فريق متواضع في مباراة الذهاب لم يكن بامكاننا معناها الفوز عليه، فبالتالي في مباراة العودة نعتقدوا انه النتيجة كانت طبيعية، يمكن 4 هي برشا، لكن ما شفتش مع ذلك صدقني ما شفتش فريق كامروني اقوى برشا من المنتخب التونسي، زد على ذلك معناها اللي زاد يمكن في نوعيتنا هو تأهل المنتخب الجزائري، واحنا فرحنا له الحمد لله قلبنا كبير على الاقل كما ترشحناش احنا نفرحوا لاخواننا في الجزائر، لكن ما شفتش منتخب كبير جزائري مع كل احترامي للتاهل بتاعهم، ما شفتش منتخب كبير، ما شفتوش يلعب مثلا خير من المنتخب التونسي في مباراه الذهاب مع الكامرون، رغم معناها اللي قيمه الكامرون معناها تاريخيا افضل من بوركينا فازو، لكن بوركينا فازو تقدمت كره القدم بتاعها. اذا معناها نبعدوا شوية على العاطفة، نبعدوا شوية على التشنج، ناخذوا الجوانب الإيجابية اللي عندنا اليوم، نبعدوا الجوانب السلبية، ونعتقد بإمكاننا خاصة مثل ما قلت لك ونعاود نكرر راهو ماهيش حاجة غريبة علينا، التأهل لكأس العالم رانا صرنا نتأهل لكأس العالم بدون لا يخرج الجمهور للشارع، وبدون ما صفق الجمهور، فهمتني؟ إذا نجموا نعيد الكرة ونعاودوا فترة إيجابية في الرياضة التونسية وفي الحياة في حياة كرة القدم، لكن يلزم الحلول تكون حلول معقولة وجذرية في نفس الوقت. بارك الله فيك سي سليم، بارك الله فيك على المشاركة، نحب بارك الله فيكم، بارك الله في اللقاء اللي معاك.
نحب نوضح للساده المتفرجين، اتصلنا بسي عثمان جنان.